مساكم الله بالخير مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم من خلال شاشة قناة الكويت وبرنامج سلام يا كويت وحلقة جديدة. من الأخبار اللي الواحد ما وده يطريها خبر حريق جامعة الجدادية اليوم، وإحنا ما خلصنا من الحريق اللي ما خلص تقريره ليه الحين، يمكن اليوم قالوا إن التقرير إن العمل ما كان فعل فاعل. الحريق كان تقريبا قبل 10 أيام، لكن الظاهر ان الجامعه هذه ما ادري منحوسه او ان في احد صاكها عين، اللي كل يوم محترق مبنى فيها ومو راضي هالحرائق تخلص من هالجامعه اللي كلنا امانه ننطرها. يعني هذه الجامعه صار لنا سنوات كثيره، يمكن من 30 سنه او 20 سنه واحنا ننطر جامعه بهذا المستوى في دوله الكويت، ونستاهل احنا وعيالنا يستاهلون، لكن للاسف هذه الحرائق اللي قاعده تصير في جامعه الجدادية اللي ما نعرف أسبابها، إن شاء الله ما تكون بفعل فاعل. يمكن التقارير عن الحريق اللي صار اليوم ما شفناها إلى الآن ولا سمعنا شيء عنها، لكن نتمنى أنه يكون شيء عرضي، مع أن ما نتمنى أصلاً نشوف حرائق لا بالجامعة اللي قاعد تنبني ولا في أي مشروع آخر، لأن وايد حرائق صارت عندنا في المشاريع خلال السنوات الأخيرة وما أدري شنو موضوع هالحرائق. لكن إحنا بوزارة التربية من جانب ثاني بعد وزارة التربية قاعدة تفكر بتعديل نظام التعليم في الثانوية، اللي أكد فريق عمل تقييم النظام التعليمي للمرحلة الثانوية إن نظام فاشل يحتاج لتعديل. إحنا مع التعديل بس للأفضل، وياريت ما يكون عيالنا وبناتنا محطات تجارب لبعض الناس اللي حابين يجربون عليهم. وزارة التربية إذا كانت المناهج مثلا في الثانوية العامة مو بالطموح اللي إحنا نبيه، يمكن الناس يتكلمون عن المناهج قبل الغزو كانت وايد المناهج قوية، وايد كانت الدراسة أقوى من الآن. ما نبخص حق اللي موجودين اليوم، يعطيهم العافية وجهودهم واضحة وموجودة، لكن احنا دائما نطمح للأفضل. فإذا كانت المناهج في الثانوية العامة في الكويت يعني غير ملائمة أو ضعيفة أو يبيلها تطوير وإصلاح، نتمنى صراحة أن يتم تطويرها وإصلاحها لشيء أفضل لصالح عيالنا. اليوم عندنا موضوع مهم، موضوع الأمن في الكويت من خلال الحملات الأمنية اللي تقوم فيها وزارة الداخلية في كل المناطق والمحافظات. ولأهمية الموضوع شاركنا مديرية أمن العاصمة في واحدة من حملاتها الأمنية اللي شارك فيها قيادات من المديرية، أولهم وعلى رأسهم مدير أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة، اللي نوجه له التحية من خلال هذا البرنامج. وللأمانة احنا تعبنا وهم ما تعبوا، يعني هذه الكلمة أقولها بكل صراحة، إحنا تعبنا وأهم ما تعبوا على الجهود اللي قاعد يبذلونها. دوام محجوزين من 3 أشهر، يداومون 12 ساعة ويطلعون 12 ساعة، ما يمدي يوصل بيته عشان يرتاح وينام ويشوف عياله وياكل لقمة إلا تلاقيه لبس مرة ثانية ورد الدوام بسبب الحملات اللي موجودة عندهم. حجز ودوامهم 12 ساعة، جهود كبيرة وجبارة قاعد يقوم فيها رجال الأمن في وزارة الداخلية، اللي نوجه لهم التحية من خلال هذا البرنامج ومن خلال التعب واللي شفناه معاهم أمس، لأن إحنا كنا عن قرب معاهم أمس. الله يقويهم ويعطيهم الصحة والعافية، ونشوف بداية هالتقرير. لا تهاون مطلقا مع كل ما يمس أمن البلاد. مبدأ بنيت عليه استراتيجية وزارة الداخلية وإرادة رجال الأمن. حملات أمنية مفاجئة ومباغتة، مكثفة ومستمرة تطال جميع المناطق. Yeah,
حملات أمنية تأتي في سياق استراتيجية وزارة الداخلية العامة للقضاء على جميع مظاهر الإخلال بالأمن واجتثاث بؤر الجريمة وتطهير البلاد من العمالة السائبة والمخالفة والمطلوبين للقضاء ولمنع الجريمة ونشر الأمن والأمان. مخالف صار من 2011. طيب نطلب الدورية. ثمانين ستة واحد خمسين أربعة وأربعين خمسة اثنين. ثلاثة ستة سلام. شهيد الحق بنجلاديش. شهيد الحق غير مطلوب. هذا فيهم؟ هذا اللي يقولون عليهم تغيير. عليهم تغيير؟ غير مطلوب. بطاقة وين؟ هم ها؟ في بطاقة؟ حملات أمنية من شأنها تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد لو تضافرت كل الجهود وتكاتفت كل الأيادي وأصبح كل مواطن خفير. مرة ثانية رجعنا معاكم مشاهدينا، وهذا الموضوع المهم اللي يهم أمن البلد وأمن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة اللي ما بخلت على أحد بشيء. اليوم احنا معانا رجل، وهو هذا الرجل يعمل ليل نهار أمانة، جهود كبيرة قاعد يحققها في محافظة العاصمة. شفت أنا يعني هذا الجهد وهذا التعب وأنا معاهم موجود بالأمس، يمكن في لقطتين أو ثلاثة أنا طلعت بعد موجود وياهم في أثناء هذه الحملة. هذا الرجل أمانة ما رح نعطي حقه ولا حق الشباب اللي معاه، كثير من الشباب اللي معاه يمكن ما تحضرني كثير من الأسماء، حتى لو ذكرتهم بعد شوي يمكن أذكر ألقاب، مثلا الشيخ النقيب خالد الصباح أو العقيد الرشيدي أو العميد الدليمي ومجموعة كبيرة صراحة. الآن معنا مدير أمن العاصمة وهو اللواء طارق حمادة، حياك الله أبو طلال. يا هلا أبو بندر، أنا يسعدني، أنا أتشرف أني أكون مع السادة المستمعين مستمعات، لأن ما أقول مشاهدين، أنا أتكلم عبر الهاتف وأرحب فيهم دائما وأنقل تحيات وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن. أبو طلال طبعا كل الشكر لك، أنا تمنيت أمانة اليوم تكون معنا من خلال هذا البرنامج كضيف في الاستوديو، ولكن أدري الحملات الأمنية والشغل والتعب والجهد اللي عندكم حال بيننا وبينك، لكن تمنى إن شاء الله أن تكون ضيف عندنا إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. أنا يشرفني أبو بندر، وأيضا أشكر الطلاء والثناء اللي أثنيته على الأفراد، وكنت أنت ما شاء الله عليك كنت ميدانيا معنا، والكاميرا طبعا المسلطة على تكشف للسادة المشاهدين والمشاهدات والمواطنين والمواطنات والمواطنين لحقيقة الأمر ونجاح هذه الحملات الأمنية التفتيشية المستمرة وراح تستمر إن شاء الله وتأدي عملها وهدفها المنشود. يطول عمرك أبو طلال، أكيد إحنا نثني على جهودكم ونتمنى دائما جهود أكبر. أيضا أبو طلال، إذا نتكلم عن أنواع الحملات الأمنية اللي موجودة اليوم وشنو أهداف كل حملة من هذه الحملات ومن متى بدأت هذه الحملات؟ أبو بندر، الحملات هي نوعين عندنا من الحملات، وكلها تنصب إلى حفظ الأمن والنظام وأيضا الضبط المخالفين الإقامة والمطلوبين حق جهة التنفيذ أو الجنائي والتنفيذ المدني. طبعا هذه أنا أكون صادق وياك أن الحملات كانت من السابق مستمرة، لكن تسليط الأضواء الآن من الصحافة أبرزتها وأعطتها حقها المطلوب. نعم. يعني إحنا كنا الحملات هذه شنت حملات فيها طبعا بالتأكيد
بالتعاون مع جميع قطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، شملت مناطق عديدة منها ميناء عبد الله، جليب الشوخ، شبرة الخضار، صفات الشبد، سكراب بقرع، المخازن والمناطق الصناعية، وحتى أيضا بني دلقار. فإحنا مثل ما تفضلت عندنا نوعين من الحملات. في حملات تقوم فيها الوزارة طبعا بسرية تامة وتحديد المكان والزمان، وتكون جميع قطاعات وزارة الداخلية موجودة فيها، وأنا أذكر منها المباحث الجنائية، القوات الخاصة اللي تقوم بتطويق المنطقة، وأيضا عندك الأمن العام، قطاع الأمن العام، شرطة النجدة، المرور، أيضا مؤسسات العقابية، مباحث الإجراء، كلنا نعمل كتيم واحد لأجل تحقيق الهدف، هو القضاء على العمالة الهامشية الموجودة وحفظ الأمن والنظام، وأيضا التخفيف من العمالة اللي ذكرتها الهامشية. بطلال إذا نتكلم عن هذه الحملات المفاجئة، أنتم اليوم قاعد تسوون حملات مفاجئة، وإحنا مثلا كنا أمس معاكم وشفنا بعيوننا ترتيباتكم وتجهيزاتكم وأيضا خروجكم. شلون يتم الترتيب لهذه الحملات المفاجئة، وشلون يتم الترتيب حتى الأماكن اللي تروحوا لها؟ يعني يمكن أمس كان في الحوار وأنا معاكم عن نروح المكان الفلاني بعدين المكان الفلاني، بعدين خطة محكمة ومعمولة، يعني شلون يتم ترتيب هذه الأمور كلها؟ وبندر إحنا دائما جاهزية وزارة الداخلية مؤثرة قطاع الأمن العام جاهزية على مدار 24 ساعة، وخاصة الحملات اللي الآن ما هي جاءت من فراغ، هي توجيهات من سيدي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حفظ الله، وأيضا بتوجيهات ومتابعة من وكيل الوزارة الفريق قازي العمر، وأيضا من ميدانيا وإشراف ميدانيا من الفريق الوكيل المساعد شؤون الأمن الخاص سليمان فهد الفهد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد شؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري. إحنا دائما تيم، وأيضا قبل لا نطلع بأي حملة يكون قد رتبنا الأماكن، لكن تكون لها سرية خوفا ما يتسرب سريتها إلى المخالفين، ونفاجئ وإحنا رايحين بالضبطيات أو المخالفين ما نحصلهم على الشكل المطلوب. فإحنا يكون توقيت الزمان وتكون هذا تكون منقات وقت فيها سرية، حتى أيضا الفرق اللي تشترك ويانا، الفرق اللي هي ما عندها علم في الأماكن أو ما عندها علم بالساعة اللي نحددها، إنما جاهزيتها مستمرة معانا، والأوامر تصدر لنا من قادتنا، وسواء يكون مثل ما ذكرتك إنها تكون على نوعين، تكون نوع الأول القيادة العليا إذا كانت حملة كاملة كبيرة، وتكون أيضا على نطاق مديريات الأمن على حدودها الجغرافية، يكون من مدير الأمن وإشرافيا، ويكون هناك أيضا تنسيق من المباحث، إدارة المباحث الخاصة، مثلا احنا في أمن العاصمة يكون مدير مباحث أمن، مدير مباحث إدارة العاصمة، وأيضا لا ننسى دور المرور ودور شرطة النجدة. كلنا نشتغل تيم متكامل، وهذا سبب نجاحنا. يعني احنا هذا التعاون اللي قاعد نشوفه اليوم اكيد فعلا ابو طلال بين جميع قطاعات وزارة الداخلية والأمن العام، لكن التعليمات اللي تصدر شلون تصدر التعليمات إلى الأفراد بالتعامل مع مثلا المخالفين، وبالتعامل مع الأشخاص اللي ممكن راح يطلبون إثباتاتهم، مع حفظ ومراعاة حقوقهم مثلا الإنسانية والقانونية، هذه الحقوق شلون لما نتكلم اليوم عن هذه الحملات نبي نضمن هذه الحقوق لهؤلاء؟ أبو بندر أنت مثل ما شفت، أنت كنت البارحة ويانا ميدانيا، كنت ويانا احنا، أنا شهادتي مجروحة أبو طلال، بس احنا عشان الناس يعرفون، بل بالعكس احنا نبي نوصل هالرسالة للمواطنين والمقيمين. احنا بالرغم من أن استقرار الأمن وحفظ نظام الأمن وأيضا ضبط المخالفين، لكن أيضا احنا نتعامل بشكل حضاري، وانت يمكن التمسته من مشاهدتنا، يعني في بعض الأحيان الضبطيات اللي نضبطها أن نراعي الشخص، هذا الشخص صحيح مخالف، لكن أيضا من رعاة حقوق الإنسان نقدرها. حتى الشخص لما يكون في بعض الحملات تلقى ينحاش، يترك حشاك نعالة، يترك نرجعه ويلبس نعالة، وأيضا
ان بعض الاحيان نطلب منه الاتصال بالكفيل ويبلغ الكفيل انا موجود بالمكان الفلاني، وايضا نتيح له الفرصه من ناحيه انسانيه. احنا راعي فيها، صحيح هو مخالف لكن من ناحيه يعني الانسانيه هم راعيه فيها. انا برجع اقول لك هذا، قلت لك البارحه كنت ويانا ميدانيين وشفت احنا قبل بدء اي حمله لا. عندنا الافراد هناك اوامر تصدر لهم ان حسن التعامل، ونذكرهم ايضا بالمخاطر، وان نحرصهم ايضا يكون على يقظه وعلى يكون على بينه، حتى وايضا نشجعهم لرفع معنوياتهم لان هذول ايضا العين الساهره. ولا ننسى ايضا نقول المواطنين ايضا العين الساهره لوزاره الداخليه. انا بطلال فعلا يعني للامانه انا كنت معاكم امس، سمعت بدايه قبل بدايه الحمله لما كنا في المديريه كلامك مع الافراد عن احترام الناس واحترام القانون واحترام انسانيه الافراد، وكان لك كلمه جميله صراحه امانه للافراد اللي كانوا متواجدين. لكن إذا نتكلم اليوم عن أهم المخالفات اللي تبحثون عنها من خلال هذه الحملات أبو طلال، ما هي أهم المخالفات اللي قاعد تبحثون عنها؟ والله هي المخالفات، طبعا المخالفات معروفة، انتهاء الإقامة، مخالفة قانون الإقامة، المطلوبين بعض الأحيان مطلوبين اللي ما عندهم حمل إثبات، مطلوب إلقاء القبض عليه، مطلوب مثلا لإدارة التنفيذ الجنائي أو المدني، هذه المهمين اللي عندنا في الموضوع. نعم. يعني احنا في الحملات هذه دائما نراعي، قد يكون الشخص كامل مع جميع الحامل مع بطاقة المدنية أو يكون بعض الأحيان الوثيقة السفر اللي هو الجواز. نعم. لكن هم نشيك عليه، نشيك عليه نتأكد انه لا يكون مطلوب، لا يكون عليه تغيب، عليه مخالفات أخرى. يعني احنا نعمل بالحملات بجدية، بجدية بالحملة فيها. يعني حتى إذا نتكلم بطلال عن الإجراءات اللي تتخذونها في حق هؤلاء المطلوبين بالذات المضبوطين على ذمة قضايا، يعني هذا أكيد في حقوق عند الغير، في ممتلكات، شلون يتم حفظ حقوقهم في هذا الاتجاه؟ أبو بندر هي دائما إحنا في الأمن العام الأشخاص دبعا نحيلهم حق جهات الاختصاص ذات الاختصاص. لا. يعني بالنهاية إن الشخص يا إما اللي مباحث الهجرة وبالأخير إلى إدارة الإبعاد. إدارة الإبعاد هناك أيضا تراعى الشخص اللي يريد إبعاده، مطالباته، حقوقه القانونية، ما ينسونه. يعني قبل لا يقادر يكون قد حصل على جميع الحقوق اللي له. يعني ما إنسان إحنا ما نقول خذوه فقلوا، لا، نقول إن الإدارة أيضا إحنا كقطاع الأمن العام جزئيتنا تكتمل ان نضبط الشخص ونحيله الى جهه اختصاص. هناك جزئيه اخرى وانا قلت لك اياها، احنا كلنا كتيم يعني واحد يكمل الثاني. نعم. هناك ايضا اداره الابعاد تراعي الشخص، وايضا مراجعات السفارات لها، هالشخص وراء سفاراته يراجعونه، حقوقه، متطلباته، معاشه، اي اشياء تتعلق في الشخص تتخلص، يعني يخلصونها له قبل مغادره البلد. أبو طلال إذا نتكلم عن المشاكل والعوائق اللي قاعد تصير قدامكم في هذه الحملات، هل في مشاكل قاعد تواجهكم أو تعيق أعمالكم من خلال هذه الحملات؟ إحنا ما في مشاكل تعيقنا، أنا أقول لك صراحة رجال الأمن إحنا لما نروح نكون على الحملة ما في شيء يوقف قدامنا. لكن إحنا الملاحظ من السادة المواطنين يعني أثناء التفتيش، يعني أن بعض، واحنا ناشد المواطنين والمقيمين بعدم يواها المخالفين، نروح حق اماكن نلقى المواطنين هذا الشخص مطلوب لكن آوينا عندهم. نعم. وهذا الشخص المخالف ايضا يضر المواطنين، لان لو ان احد المواطنين اخذ من العماله الهامشه شقله مخيم، شقله شاليه، وهذا سرق منه شيء، الشخص وين اثباتاته؟ ما عنده لا اي اثباتات ولا يرجع. وأيضا بالإضافة لذلك يكون تحت طائلة المساءلة، هذا مو بس حق المواطن، حتى حق الجاليات أنفسهم. نعم. يعني بعض الجاليات بطلال أعتقد يمكن فقدنا الاتصال مع اللواء طارق حمادة، ياريت إذا الكنترول إذا نقدر نتواصل مرة ثانية مع اللواء طارق حمادة. فعلا يعني الكلام كثير جدا عن الحملات الأمنية اللي قاعدة تتم في وزارة الداخلية،
شفنا انا شفت تعامل راقي جدا امس من هذا الرجل وهو اللواء طارق حماده ومن كل الافراد اللي كانوا معاه والضباط اللي كانوا موجودين. اللي عليه مخالفه كان ياخذونه بكل احترام الى الدوريه، واللي ما عليه شيء بكل ادب وذوق واخلاق يتم التعامل معاه من خلال الكلام والاستعلام عن اسمه ورقمه المدني اذا كان مطلوب ولا مو مطلوب، اذا مو مطلوب يروح بحال سبيله، يعني ما حد راح يكلمه او احد راح ينتقص شيء من حقوقه. فاحنا بس يمكن اذا كنا نتكلم، انا كان ودي حتى اكلم ابو طلال عن موضوع سعادة اللواء، عن موضوع المواطنين وتفاعلهم في هذا الموضوع والارتياح ممكن اللي موجود في الشارع. شفنا حتى من خلال التقرير قبل شوي شلون المواطنين. معانا ابو طلال مره ثانيه، سعادة اللواء. اي اقول انقطاع، يعني ناسف حال الانقطاع مراجع. نعم. ابو طلال، انا اذا باخذ منك موضوع انطباع المواطنين، يعني احنا يمكن شفنا قبل شوي من خلال التقرير احد المواطنين شلون كان يسلم عليك، وفي اثنين يتكلمون معاك ويشدون عليك على هذا الموضوع، شلون كان تفاعل الناس مع هذه الحملات وتعاونهم معاكم؟ بو بندر، انا اقول بدون مجامله بدون اي يعني طلاء، المواطنين مرتاحين، المواطنين ينشدون للامن والامان. نعم. واحنا حملاتنا اللي بالعاصمه او مديريات الست الاخرى او على إدارة مباحث الهجرة أو جميع قطاعات وزارة الداخلية يثنون علينا، قاعدين يشوفون بعينهم. ودائما يمكن من التجربة والمقطع أو اللقاء البارحة اللي شفته أحد مواطنية قال الله يعطيكم العافية شغلكم خلصتونا، يعني بدت مو بس أزمة المرور الاختناقات المرورية، قال هم أزمة العمالة الهامشية بدت تختفي. صح. بدأت تختفي، وبدأت بعض الجاليات أو نقول عنهم العمالة يكونون دائما محضرين معاهم مستنداتهم. نعم. ويكونون حريصين، بدأوا يحرصون الحرص. يعني احنا في المناطق اللي كانت تكثر فيها المخالفات أو المطلوبين خفت الشوارع، الازدحامات يعني اللي شفناها غير المطلوبة، غير الحضارية. يعني شنو أكثر من شارع الدائر الرابع أو شارع فهد السالم اللي تمشي براحتك؟ نعم. ما في احد، ما في زحمه، ما في زحمه. احنا بالنسبه حق الجاليات العاديه او الخدم الموجودين اللي يطلعون. نعم. اثناء الاجازات احنا ما نقصدهم، هم هذول نشيك عليهم، احنا نقصد العماله الهامشيه. صح. اللي هي قاعده تضر البلد، تضرها من جميع النواحي حتى من النواحي الصحيه. يعني ابو بندر، انت شفت بعض البيوت اللي كانوا ويانا، انت كنت معانا ميدانيا. نعم. غير لائقة صحيا يا أخي، غرفة يسكنونها 80، وين لو اندلع، لو سمح الله نقول اندلع حريق، ايش راح يكون الضحايا؟ تكون والله شلون ما يختنقون، يعني المفروض 80 شخص بغرفة يعني يموتون اختناق، يعني حتى أكسجين ما في أكسجين. وبعدين أمراض تتفشى بينهم الأمراض. نعم. يعني احنا نقول إن شاء الله يعني حملاتنا راح تكون مستمرة، وراح ان شاء الله تكون ايضا تؤدي الهدف اللي احنا به الاليه والهدف. نعم. احنا مستمرين فيها امانه. مثل ما شفت بفضل الله اختناقات المرور بدات تخف، وبدات الشوارع وايضا اشاده المواطنين يشيدون ايضا برجال الامن بالنسبه امنيا للحملات نقوم فيها. والله ابو طلال امانه وما هي مجامله، الجميع يشيد، وانا واحد من الناس حتى اذا قعدت بالديوانيه نستانس واحنا نتكلم عن موضوع ان انت اليوم تطلع في الشارع من غير زحمه، تطلع وانت مرتاح، ما قمنا نشوف العمال الهامشيه مثل ما قلت. نعم. الكويت صارت فاضيه، الشوارع فاضيه، نمشي براحتنا. هذه الجهود المبذوله من عندكم، حتى الكلمه امس قلت احنا مو مهم الاعداد اللي نمسكها كل يوم كثر ما مهم ان احنا نستمر. نعم. في هذه الحمله. صحيح، وراح نستمر في الحمله، وراح يلاحظونها المواطنين والمقيمين. احنا هذه امانه على عاتقنا، واحنا يعني نقول ان شاء الله هذه امانه راح نأديها، ودائما راح يشوفون ان البلد ردت الكويت في حلتها الطبيعيه وشوارعها ونظافتها. يعني هذه كلها بجهودكم يا ابو طلال، لكن اتمنى منك كلمه اخيره، واتمنى تكون لابنائك الافراد والضباط اللي كانوا معاك امس يعطيهم الف عافيه، وانت ايضا يعطيك الف عافيه. انا ارجع اقول اشكرك، انا اشكرك وايد ابو
مبندر على طلائك وحسنك وهذول الأفراد الموجودة ويانا اللي هم رجال الأمن العين الساهرة، احنا ما ننساهم، ولا أيضا القيادة بوزارة الداخلية تنسى، دائما قيادتنا هي اللي تدعمنا وتعطينا معنويا وهي اللي ترفع من معنوياتنا. احنا كقادة دائما نقتبس هذه المعنويات منين؟ نقتبسها من القيادة العليا. يعني أنا قلت لك ما جاءت من فراغ، هي تعليمات من سيدي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بنفسه، وأيضا وكيل الوزارة سعادة وكيل الوزارة الفريق قاضي العمر، وأيضا ميدانيا سعادة الفريق سليمان فهد الفهد، وليحرصون دائما يعطونا ودائما هم يحفزونا، وأيضا إحنا الأفراد اللي نشوفهم البارحة يتفانون في عملهم ما جاءوا من فراغ، إنما هي أيضا من دعم الوزارة لهم. كل الشكر لك يا أبو طلال، أنا شاكر لك أيضا على وقتك اللي أخذناه منك الآن في هذه المداخلة، كل الشكر لك، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاء معك في الأيام القادمة. كل الشكر لك مدير أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة أبو طلال.